وهذا يعني كحددنا يعني كتاريخ في حالة وجود يعني حوارات مثرية في هذه الأيام القليلة المقبلة. إذا مثلا تكون يعني حوارات غدا بعد غد في الأسبوع هذا، والأطباء المقيمين في حالة رضاهم بالنتائج يعني لا يسعون سوى نقولوا باللي إلا كانوا الأطباء راضيين ثالث مجوان يعودوا المناوبات ونكملوا الحوارات، ولما لا حل الأزمة نهائيا. بالنسبة للأسبوع المقبل ثالث جوان يعني تحديد العودة إلى المناوبات